اهلا وسهلا، كيف نتوما؟ مزيانين، احوالكم طيبه، كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. الفلوق ديال اليوم غادي نديكم معايا لمدينه الرباط. تبعوا الفيديو حتى النهايه، الى عجبتكم ما تنسوش انكم تنضموا العائله ديال هند حفو، ضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الفيديو مع كاع الاصدقاء ديالكم. اذا بلا ما نطول عليكم، يلا ونبداو. غادي نقول لكم اخوتي، تزرفت واحد التزريفه د العادو ملي كنت في تطوان. كان الجو مغيم وشوي وجد البارد وطاحت شوي وجد الشتا في الطريق علينا. قلت زعما نلبس عليا الحوايج د الجلد، حيت كيف ما كتعرفوا الجلد في الهواء بارد كيكون كيسخن واحد شويوش. قلت زعما يعني نفس الجو اللي غادي يكون في تطوان نفس الجو اللي غادي يكون في الرباط. فاذا به الرباط جبرت فيها واحد الطحطوح حيد القيلاش. غادي نقول لكم وانتم كتعرفوا الجلد واللون كحال ومع الشمس عرفتوا ما عندي ما نقول لكم. والمشكله الاكبر انني ما جبت شي لبسه اخرى باش نبدل فيها. دونك المهم ما علينا فهادشي هذا كامل. دونك كيف ما كتشوفوا في الصوره، لوطيل اللي نزلت فيه مسمي اوتيل غولوا، حيت هو الاوتيل الوحيد اللي قريب على المطاع اللي عندي فيه واحد الالتزام معين. دونك هنايا كاين تواليت، صراحه اوتيل مزيون، ثمن مناسب، واهم حاجه النظافة والنقاوة. هاد لوندغوا هذا كاين فيه التلفزيون، كوكيتا والفراش، وكاين الماريو. غولي زامي، بعد ما دوشت توضيت وصليت قبل الله، ارتحت واحد شويوش، قررت انني نخرج نتغدى على برا. ولكن هذه المره ما غاديش ناكل اطلاقا الاكل المغربي، وانما غادي نجرب واحد الاكل لاول مره غادي نذوقه في حياتي. فتابعوا الفيديو حتى النهايه. بالنسبة للناس اللي غادي يسقسيوني، فايجا هاد المطعم الهندي ديال كلاي اوفن؟ صراحة ما عارفة شي الاسم الشارع، وانما جا في غابة اكدال، واي تاكسي صغير قلتي له كلاي اوفن غادي يوصلك حتى الباب ديالو. هنايا كيف ما كتشوفوا في الصورة عطوني المقبلات، هاد الخبيزات هادو مقليين عندهم في الزيت، ورافقوهم بجوج ديال الانواع ديال لاصوص. هاد لاصوص هادي حمراء حلوة، ولاصوص الخضراء حارة. الوغ بالنسبه للبلا برينسيبال او الطبق الرئيسي اللي طلبت، واللي هو البرياني الهندي. وكيف ما كتعرفوا الهنود وباكستان معروفين بالماكله ديالهم الحاره والبهارات. بالنسبه لهاد البرياني الهندي فكيعملوه بالروز ديال البسمتي، كيعملوا معاه بزاف ديال الانواع ديال الخضره، كيعملوا معاه ايضا دجاج، وهاد الدجاج هذا كيتشرمل فواحد الشرموله خاصه، وكيرافقوا هذا الطبق ديال البرياني الهندي بهاد لاصوص بيضه اللي كتشوفوها في الفيديو. بالنسبة للتقييم ديالي ديال هاد الأكل هذا، الصراحة ماكلة يا سلام. علاش؟ حيت أنا أصلا كتعجبني الماكلة حارة. هو الصراحة ماشي شي حار 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 حار،
ولكن المهم بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الحر غادي تجيهم هذه الماكله هذه قاصحه بزاف، وانا بحكم انني كناكل الحر بزاف فهاد الماكله هذه جاتني عاديه جدا وما كرهتش انها تكون حاره اكثر من هيدا. بعد ما سالينا الطبق ديال البرياني الهندي دونك قدموا لنا هذا لو ديسير هذا وكيتسمى كولفي ايس كريم. صراحه ذقت منه غير شي حاجه حيت في الاصل ما عجبنيش. صباح الخير عليكم، كيف صبحتم؟ مزيانين؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء بخير؟ دونك هذا هو النهار الثاني عندي في مدينه الرباط. دونك هذه 7 ديال الصباح. الناس ديال البارح قالوا لي خصك ترجع مورا الوريقه ديالك مع 7 ديال الصباح، دونك جبرتوني غادي نمشي مورا الوريقه ديالي، غادي ندوز باش نفطر باش باذن الله تعالى غادي نشبر الطريق لمدينه تطوان. فهمتوا معايا؟ الحمد لله اللي جلست. عرفتي يا اخوتي واحد الرجلين ديالي تنفخوا والصندلة دبرتني سلخت لي الرجلين ديالي. الناس ماشيين في مهمة في عوطي يمشيو بتشاندر وسبردينة، انا مشالك مسكسفة بالقويميجا والصريوال هاي هاي يا حبابي والصوياك والصندلة. وصلنا لنهاية ديال هاد الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا دوستوا معايا النهار مزيون في مدينة الرباط. نتلقاكم باذن الله تعالى في فلوق جديد. تهلاو ليا فراسكم، سلام عليكم.